بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم إلى حلقة من حلقات برنامج تعليم اللغة العربية أرجو أن تكونوا بصحة وعافية وبكل خير وسرور بيندقاني نهاية جرامي خوش با بيكيز حلقات سلسلة برنامج وموزش زبان عربي أميد جورس جور سهتمان و درس با کمال شوق و رغبت تا آخر دنبال نمایید در سلسله درس های آموزش زبان عربي امروز درس را به عنوان قواعد می خوانیم از جمله اسماء الاشاره للبعيد اسم هاي اشاره بر دور لقد درسنا في دروس الماضي في القواعد أسماء الإشارة للقريب جيد أسماء الإشارة للقريب در درس هاي كوزاشتا در سلسلة درس قواعد ما أسماء إشارة بر نزديك خاندي. امروز أسماء إشارة بر دورة خانم. كما قلنا أن هناك أسماء خاصة يعني أسماء الإشارة خاصة للقريب وأسماء الإشارة خاصة للبعيد جيد للقريب مثلا كان للمذكر والمؤنس وهكذا للمفرد والمثنى والجامعة لكل ذلك هناك كان أسماء خاصة هناك ذلك للبعيد يعني كذلك هناك أسماء مفرد ومثنى والجامعة كما نعرف أن الإسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الماذا؟ من حيث العدد من حيث العدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام المفرد المثنى والجمع فهكذا في أسماء الإشارة كذلك أسماء ينقسم إلى اسم الإشارة ينقسم إلى ماذا إلى ثلاثة أقسام المفرد المثنى والجمع جيد في المفرد كذلك هناك من حيث من حيث الجنس كذلك مذكر والمؤنث وفي المثنى كذلك هناك مذكر والمؤنث وفي الجمع كذلك مذكر ومؤنث جيد ففي اسماء الاشاره للبعيد هناك اسماء خاص للمفرد للمفرد المذكر ماذا نستعمل بر هاي اشاره كي دورتر يعني شيء ما دور قرار داشته و ما بهه اشاره كنيم أگر مفرد باشه و همچنان بر علاوه که مفرد است مذکر باشه از, از لحاظ جنس چی باشه مذکر باشه برای زو چی میگیم ذالک ذالک عندما يكون ال... الشيء مؤنث فماذا نقول تلکه, تلکه. از اسم های اشاره کدام اسم اشاره برای چیزی که از ما دور قرار دارد و همچنان از لحاظ عدد یکی است و از لحاظ جنس هم مؤنث است از لحاظ عدد یکی است و از لحاظ جنس چی است معنس است برای چی میگیم تلک تلک با دری چی میگیمش ذالک و تلکه به معنای آن آن یعنی دور جید المثنى بر مثنى یعنی اسم که چی باشه دو تا باشه دو دو چیز یا دو شخص برای چی میگیم او هم یا مذکر است یا معنس است مذکر اگر باشه او اسم مثنا اگر مذکر است بر از او چه و, نیکه. و نیکه. اگر معنس است تنیک تنیکه بر از او تنیکه استعمال میشه او هم به معنای آن دو الجمع یعنی بر جمع که اسم یعنی از لحاظ عدد اگر جمع باشه اگر چندین تا باشه و و یا مذکر است او اسم جمع یعنی چندین تا چیز یا مذکر است یا معنیس اگر مذکر است یا معنیس است در هر دو صورت بر دوش چی میه؟ اوله اگر مذکر باشه یا معنیس برش چی میه؟ اوله ایکه لیکن ای اسم اشاره ای است که خاص بر عاقل خاص بر عاقل استعمال میشه به غیر عاقل یعنی بر جمع غیر عاقل استعمال نمیشه این خاصه جمع است بر جمع عاقل است و بر غیر عاقل باز بر جمع استعمال میشه بر امی قسم بر اسم اشاره بعید دیگه البته بر نزدیکش خو یعنی مثلا قلم جمعش چی است اقلام اقلام جمع قلم یعنی چی است غیر عاقل است برازوتيمي هذه أقلام، أجرنا أجر, أجر تلك أقلام، جيد؟ تلك أقلام، هكذا قلنا الأسماء الإشارة، الآن نستعمله في الجمل، فهذا يعني يفيدنا ويسهل علينا فهم الدرس، المذكر بمذكرتيمي ذلك مثلا ذلك دارس، ذلك دارس. آن چی است شاگرد است و نیک دریسانی آن دو که است آن دو شاگرد اولئک داریسون آنها یعنی اون مجموعه مردان چی هستند شاگرد هستند ولی المانس ماذا نقول تلک تلک دریستون آن یک چی است آن یک شاگرد است یا درس خوان است

استعمالها في الجمل وفي المثال أسماء الإشارة للمكان هناك أسماء إشارة خاصة للمكان كما في الدري عندنا أسماء الإشارة للمكان إنجا وأنجا جيد قسمك ما در دري هم داريم ك اسم هاي إشارة براي مكان تشيس إنجا وأنجا جيد بر قريب چي برنازيك إنجا وبردور دور ميجيم أنجا. مثلاً نقول المعهد هنا والجامعة هناك. جامعة كابول هناك هكذا. يقسم مثلاً ما ميجيم ناس نزديكم قرار دارا إشارة ميكنيم مكانش وجايش مي مثلاً يكتزرك ميجيم كيف الناس از برما ورا او را نامش میگیریم باز هنا مثلا المعهد هنا الجامعه هنا هكذا و هناك قسم جامعه كابول هناك جيد مثلا السبوره هناك مع مؤنث باشه چی مذکر باشه فرق نمیکنه اما هنا و هناك استعمال میشه على است که هنا بر مکان قریب است و بر مكان بعيد تدريبات بالتدريب يسهل علينا فهم الدرس جيد بر وقت ما تدريبات كار درس بر ما آسان درس فهمش بر ما آسان مشا مثلا نقول هنا حول كما في المثال والميجا شما مطابق مثال مطابق مثال الى تبديل كنين هذا شارع مستقيم هذا شارع مستقيم ذلك, معوجن. معوجن. شارع ذلك شارع معوج معوج هذا شارع مستقيم إسرك راستس سرك راستس ذلك شارع معوج يعني او سرك او سرك اه اه يعني كاجست ودور و دور خوردگی پیچیده دار است پیچیده خب در مثال است. بر هذا چی رو گفت یعنی بر نزدیک هذا استعمال کرد یعنی این سرک چی است مستقیم است و آن سرک چی است کج است و پیچیده است هذه مظله بيضاء ای چتری سفید است تلك مظله سوداء آن چتری سیاه است این چتری سفید است آن چتری سیاه است یعنی بر نزدیک چی گفت هذه و بر دور گفت تلک جید و به خاطر که چی بود؟ معنس است تای تنیس داره معنس است به او خاطر بر از او چی گفت؟ بر نزدیکش هذیهی بر دورش تلکه الان هذا بیت جدید هذا بیت جدید این خانه جدید است ایزان ماذا نستعمل آلی ای کست چون که نزدیک است به او خاطر بر از او هذا آمد و بیتون اسم چی است؟ مذکر است از او خاطر بر از او بر نزدیکش هده آمد خب بر مذکر دور ما گفتیم چی میایه؟ مفرد مذکر و دور باشه بر از او چی استعمال میشه؟ ذالیکه ذالیکه استعمال میشه چی میگیم؟ ذالیکه بیتون جدیدون ذالیکه بیتون جدیدون آن خانه نوست و اه و زدش اگر بگویم زدش مثل که در بالا در مثال بود که سرک مستقیم است و دیگه سرک زدش گفته بود که ای سرک گفته مستقیم است و او سرک کج است همین قسم میگیم هذا بیت جدید و لیکن در مقابلش خانه که دور است چی میگیمش ذلك بیت چی است زد جدید قدیمون ذلك بیت قدیمون هکذا نعم والثاني هذه فاكهة حامضة هذه فاكهة حامضة إن ميوي تورشاست حامضة بمعنى ترش إن ميوي تورشاست إن البغيم كي وآن ميوي شيريناست ميغيم كي هذه آه فاكهة حامضة بس تون فاكهة معنساست برنازيكش هذه يومات بردورش بس شميع بردور معنس تلك تلك فاكهة أه تلك فاكهة حلوة تلك فاكهة حلوة أو نقول لذيذة جيد وهكذا الثالث هذا هاتف أبيض هذا هاتف أبيض إن تلفون سفيد است بغيم وآن تلفون السياس ذلك هاتف ترى هذا هاتف هذا كاسس المذكر است وبقريب وبالبعيد مفرد المذكر ذلك اذا نقول ذلك هاتف هاتف سوداء هاتف اسود هاتف اسود كما هنا هاتف ابيض ونقول هكذا هاتف اسود والرابع و هذه حافلة طويلة إي سرويس طولانية طويلة است فلماذا نقول كي كوتا أستي ميجم وخب إي هذه برنزدي بود برنزدي مع ناس بردورش تلك قفتي مستمع مشد دور مع ناس تلكا. تلك تلك حافلة ممن ده تصويرهم كي نشان متاكي دور واقع ستا. تلك حافلة قصيرة جيد قصيرة ضد طويلة بمعنى كوتا فماذا نقول هذه حافلة طويلة تلك حافلة قصيرة والتدريب الثاني حول كما في المثال وتدريب التمرين دوم ميجا قسم ميجا دار مثال قسم شو مهم تبديل جنين تغيير بتين مثال شاس هذاني قلماني هذاني شو النازيكاس برماي دوتا قلم تي ميجيم هذاني و ذانك قلمان دت قلمك ازما دور قرار داره بر ازو میگیم اسم ذانك للمثنى استعمال مشا وقت چرو ذانك گفتیم بخاطری که چی است اسم مذکر است بخاطر بر ازو وقسم و قسمی که در معنا مع مثنى جمع هتان كراستان اگر نزدیک است بر ما چی میگیمش هاتاني كراستان لكن عندما يكون بعيده فماذا نقول تانك تانيكا كراستان جيد تاني كاسم إن المثنى والمؤنث تاني كراستان جيد هذان هاتفان إي دوتا تليفون إين دوتا آن هذان اسم الإشارة للمذكر والمثنى فماذا نستعمل لل يعني للبعيد هذا كان للقريب وللبعيد ماذا نستعمل آه هذان نعم نقول ذانك لأن هاتف مذكر ذانك هاتفان هاتان حافلتان جيد هاتان حافلتان حافلة مع مثنى وللقريب استعمل هاتان فللبعيد ماذا ماذا يستعمل جيد يستعمل تانك تانك حافلتان تانيكا حافلتان جيد يعني هاتان حافلتان دو اه سيرفيس است و الي بگيم اون دو سيرفيس است شلون مني دا تصوير دور قرار داره شي ميگيم ما خواندنا و هيات گرفتيم اسم اشاره مثنى بر بعيد شي هسه تانيكا وانقسم حافلتانرا بشكل مثنى ذكر ميكونين تانيكا حافلتان وتدريب الثالث تمرين السوام املأ الفراغات التالية باسم إشارة مناسب كما في المثال خان خالي هرا باسم إشارة مناسب خانة خالي هاي زيرو باسم إشارة مناسب بركنت قسم ده مثال است مثال هذه أو تلك سيارة يعني هذه وتلك أردوش مياه بسيارة جيد وأطباء وأطباء مياه يعني شيء قريب باشا شيء بعيد باشا هردوش ب ذكر ان كي بواط با طبات طيب وجمعه كي است جمع عاقل است ومذكر ونفهم ان في الجمع المذكر معنى سبردوش یک اسم اشاره استعمال است ها. بر قريبش واولائك بر بعيدش اذا هكذا نكتب في الفراغ هؤلاء ام اولائك طالبات طالبات كذلك جمع جمع المؤنث. وللمؤنث كذلك يستعمل ماذا؟ هؤلاء وأولئك. هؤلاء وأولئك طالبات. اگر نزديك بود هؤلاء. اگر دور بود اولئك. دراجتان. دراجتان ماذا نستعمل لدراجتان? كي مسناص ده. جي ذكر خبط خب. هذاني للمؤنس دراجتان دراجتان اسم مؤنس برازو برزو اه چی استعمل میشه اگر نزدیک است هاتانی اگر دور باشه چی میه باس اه تانی ک میه ازو خاطر اردوش میاریم هاتانی او تاني كا دراجتان جيد عمال عمال جمع عامل عمال كارمن جيد عمال کارمند يعني كاريگر جمع ماذا جمع عامل خب اینا چی از جمع چی هستن جمع عاقل است پس بر از کدام اسم اشاره استعمال میشه هؤلای و اولیک اردو میاریم یعنی هؤلای بر نزدیکش و اولیک بر بعیدش بالونات بالونات جمع بالونه ای چی است جمع غیر عاقل است بر از چی می هذه او تلکه هذه او تلك اردو شناشته میکنیم به مثلی که در ایجاد مثال هذه و تلك آمد همه تو در هم نشته میکنیم در خانه خالی هذه او تلك اتو یک خطک مثل خطکی که کش میکنیم در بین هذه و تلك ای به چی او یعنی یا مهندسان ای دو تا م... چی است انجینیر است چه قسم میگیم برای از کدام اسم میشه استعمال میشه هذانی هذانی و ذانك هذان مهندسان او ذانك مهندسان إذا نزدیک از هذان اگر دور بشا ذانك فواكه فواكه كذلك جمع غير عاقل فهذه وتلك كلاهما صحيح جيد املئ ال... والتدريب الرابع املا الفراغات باسم اشاره مناسب وخنا خالي هرب باسم اشاره مناسب اول اتي في فراغ السياره الى المعهد كل يوم ماذا نقول اتي في السياره يعني اشاره كان بطرف موتر ميجاكي دينامي موتر هر آه روز آه ميوم اتي يعني اتي يوم في دار هذه السياره ان موتار دارين متر موتار ميايوم الى المعهد بمهات كل يوم هاروز خب اول يعني السيارة اسم اشاريش با شي باشا هذي باشا خلاص هل حفظت مفردات آه. مفردات هذا الكتاب لان الكتاب مذكر اسم شاري كتاب بايد باشا هذا هل حفظت يا حفظ کرد مفردات هذا الكتاب آه. لغتها إن كتاب را إن كتاب كما گيم انال اسم كتاب هذا است بخاطر ذيك أه الكتاب مذکر ادرس مع الطلاب الذين يقفون هناك خب الطلاب اسم شريش چی يا هؤلاء يا اولئك جيد ادرس مع اولئك الطلاب الذين يقفون هناك تشوفوا فهمين ان اولئك ميا يعني اسم شري دور ميا الذين يقفون هناك او شاگردهایی که آنجا استاد هستند آنجا که استاد هستند به این معناست که دور استاد هستند و دور که هستند بر از اونها اسم اشاره دور استعمال میشه که عبارت از اولئک است هل الدراجات تو البعيده تو لك خو یعنی الدراجه بر از او اسم اشاره چی باید باشه ده اینجا باید اسم اشاره مؤنث بیه مفرد معنیس اسم اشارش یا بر قریب یا بر بعید لکن ده اینجا گفته که امو بایسکل که دور است از تو پس بر از این اسم اشاره چی را مفرد معنیس بعید استعمال میکنیم که این است چی است؟ تلک است هل تلک دراجت البعیدت لکه؟ یعنی آیا آن بایسکل دور اس خودت است يعني هو بايسيكلي دور قرار دارد امو از خودت است رقم سوال هل هل تلك الدراجة البعيدة لك ايا أن بايسيكلي دور از خودت است جيت والخامس تتعلم الطالبتان اللغة العربية في معهد في المعهد ماذا نقول تتعلم طالبتان خو طالبتان خوست طالبتان مثنى وكذلك مؤنث ومثنى مؤنث نستعمل اسم الإشارة للقريب له كيف نقول نعم نقول هاتان تتعلم هاتان الطالبتان اللغة العربية في المعهد يعني يوت ميجيران اندو دو زابوني عربية در مهد جيد من الفراخ الاطفال الذين يلعبون هنا من خانه خالی گفتیم الاطفال الذين يلعبون هنا هناك که آمده یعنی ش... اطفالی که طفل هایی که اینجا بازی میکنند اینجا بازی پس اسم اشاره اطفال باید چی بگیریم اسم اشاره نزدیک بگیریم یعنی هؤلاء جید جمع نزدیک جمع قریب چی است هؤلاء من هؤلاء الاطفال الذين يلعبون هنا کیست کیستند این اطفالی که در اینجا بازی میکنن هفتمش و سبع الفراخ و نخالی یعنی الحقیبتو لی خانخالی الطالب انحال این حال بگویم که اینی این بایک کس حقیبتی رو بگویم این بایک از آن شاگرد است چی بگویم هذه الحقیبه اسم اشاره ان چی است از حقيبه يعني از اسم معنص هذه هي هذه الحقيبه ل ذلك الطالب ان ان بايك از آن شاگرد است نقول هذه الحقيبه لذلك الطالب يدرس اخي درس ميخانات برادرم في چی است البعيده از رؤي باقي جمله كي الجامعه البعيده يعني بانتونيك دور بانتون الدور. اسمي شاري الدور. آه يعني الدور. آه دور اسم إشارة دور يعني برای دور بر دور بر معنس بعيد مفرد معنس البعيد يأتي تلك فماذا نقول يدرس أخي في تلك الجامعة البعيدة برادرام درس ميخاند در آن بانتون دور صحح الخطأ في الجمل, آه في الجمل التالية صحح يعني إصلاح تصحيح خطأ يعني اشتباهات در جملات زيل قرأت هؤلاء الكتب كلها قرأت هؤلاء الكتب خو كتب خو جمع شيء از جمع عقل نيس جمع غير عقل از هؤلاء نمي بس پس تصحيح كنين جورش ميكنين اصلاح ميكنين كي قرأت هذه الكتب كلها كفتم كي بر جامع غير عقل چي هذه و تلكم يعني اسم مع مؤنث استعمال میشه برای جمع عاقل اسم مفرد مؤنث استعمال اذا نقول قرات هذه الكتب كلها خب والثاني هذه الاساتذه مخلصون وبارعون هذه الاساتذه هل هذا صحيح لا خطا هذه الاساتذه خطا لان اساتذه جمع عاقل فماذا نقول هؤلاء الاساتذه مخلصون وبارعون بدلا من هذه نستعمل هؤلاء جيت إن أصدقاء كيستان مخلص و خلي لايق و ورزيداستن. ألعب مع تلك الأصدقاء في الملعب ألعب مع تلك الأصدقاء جيت أصدقاء جمي تي الصديق وإي جمي مذكر است وبرزو تي آمده وهمتران ديگه برش تلك تلك بالجامعه جنا مي ايا برجام عقل ن مي غير عقل استعمال من اصدقاء بعد برزوتي به بعد أولئك العبوا مع اولئك الاصدقاء في الملعب ما بوزي ميكونم با ان ها در ميدان بازی و البنتانِ بنتان وز... و البنتان زميلتان في الجامعه اند دوختر چی دوست ها در پنتون خب بنت که دختر است پس زنی اسم اشاره چی هست؟ اسم اشاره بر مذکر است بر مؤنث نیست پس بر مؤنث چی باید بگیم؟ تانیک بدلا من ذانیک نكتب تانیک تانیک البنتانی آن دخترا دختر ها في فی الجامعه در پوهنتون جيد اليوم درسنا الاسماء الاشاره للبعيد و آه هكذا مارسنا بعض التدريبات حول هذا وهكذا مع التدريبات مارسنا هذه الامثله وفهمنا آه كل يعني استعمال مجال استعمال اسماء الاشاره للقريب والبعيد وقلت اسمها اسماء اشاره بر بعيده اللي درس امروز ما و فرق بين اسماء الاشاره قريب والبعيد به صورت درست واضح شد و درس امروزی ما را به همین به پایان میرسانیم و تا برنامه بعدیش ما را به الله متعال مسپارم مع السلامه الى اللقاء